بعض الناس إذا أصابته مصيبة يقول أنا ماذا عملت في دنياي حتى تصيبني هذه المصيبة؟ هذا يعاتب الله، يعاتب ربه ويجحد تقصيره ويجحد أفعاله، هذا لا يجوز، هذا أعظم من المعصية والعياذ بالله، هذا عتاب لله. الواجب أنه يرضى بقضاء الله وأنه يتوب إلى الله ويشكر الله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له عجب، إن أصابته ضرا صبر عليها فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته سرا شكر الله عليها فكان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. نعم. أما إذا قال أنه شنو مسوي، هذا يعاتب الله سبحانه وتعالى ويجحد ذنوبه، أو قال فلان ما يستاهل، والله أن فلان أنه طيب ولا يستاهل هل يحصل عليه، هذا كأنه يستدرك على الله سبحانه وتعالى ويقول لربه أنك أخطيت لأنك أصبت هذا وهو ما يستحق هذه المصيبة. نعم. يجب على الإنسان أنه يحفظ لسانه من هالكلام هذا. نعم.